نعم الآن بدأ. بسم الله. فالإعازات المنطقية احنا اللي أخذناها بالمحاضرات السابقة كانت إعازات النقل، الإعازات الحسابية. آخر شيء شرحت لكم الإعازات الحسابية، أخذنا مثالية مطولة عن عملية الجمع وعملية الطرح وشون طلعنا سجل الأعلام بكل حالة، وأخذناها بصورة موسعة وعدناها أكثر من مرة. أنا إن شاء الله سويت لكم مجموعة من الأسئلة أمثلة محلولة عن إعازات نقل البيانات وإعازات الإدخال والإخراج، جدا موسعة إن شاء الله، وراح تشوفون كل مثال تجي من عنده كم حالة ممكن تحله بأكثر من طريقة. ومثل ما قلت لكم أنا بالامتحان ما قيدكم بطريقة معينة بحل البرنامج، وإنما أريد المهم يكون نتيجة صحيحة. فإعازات المنطقية، إذا تتذكرون الدوائر المنطقية اللي أخذتوها بدوائر رقمية بالمرحلة الأولى، الأند والأور، عمليات الواء المنطقية وأو المنطقية وأو الحصرية، هاي راح ناخذها بشكل إعازات. شلون راح ينفذها المعالج الدقيق؟ الفيديو مو كان قوي. السلام عليكم ست شيماء، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور، شلونك؟ الله يسلمك، إن شاء الله بخير. الله يخليك، الله يسلمك يا حضرتك هلا. شلونك؟ إن شاء الله بخير، الحمد لله، تسلمين. الله يسلمك يا رب. شلون الطلاب؟ شلون تفاعلهم وياكم؟ والله زينين، بس التفاعل شوية قليل دكتور. الو ست شيماء، نعم شلون الطلاب تفاعلهم وياكم، حضورهم؟ والله الحضور دكتور زين الحمد لله، يعني نسجل كل أسبوع والتفاعل يعني اللي واجب البيت يوصلني، من أعطيهم واجب بيتي يوصلني. نعم نعم والحضور ان شاء الله، يعني انا اسالهم اذا عندهم اسئله، هم يريدون امثله، يريدون التسجيل يكون موجود، انا كل دعوه اوفر لهم اياها الحمد لله. والله، هم فرصة لهم أن يستفادون من عندك. أنت ما شاء الله خبرة ويعني وممتازة الله يسلمك دكتور، الله بالتخصص. يخليك، الله يسلمك يا رب، الله يبارك فيكم، الله تحياتي يخليك يا رب، لكم وطلابكم. الله يسلمك دكتور، شكرا جزيلا ست، الله يسلمك. العفو، تشرفنا بيك والله، شرفنا بحضورك، الشرف الله تحياتنا. يسلمك، الله يخليك، الله أنا يسلمك، وكمال الله. أهلا وسهلا. الآن فهاي عملية الواء المنطقية، راح نبدي بها كدائرة منطقية، إذا تتذكروها كانت ها هي الواء، كانت A وال B و هذا هو ال output، هذا هو ال output. إذا تتذكروها هاي والجدول مالها، صفر صفر يطلع صفر، صفر واحد صفر، واحد صفر صفر، واحد واحد واحد، هذا هو الجدول مالتها. هاي كنتكم اخذتوها بالدوائر الرقمية بالمرحلة الأولى. الآن راح نشوفها كإعازات ينفذها المعالج، كإعازات ينفذها المعالج. فالإعاز اللي ينفذه المعالج هو اسمه أنا، هو اسمه أنا، هو يرمز لي الأنت، أنا هو يرمز إلى الأنت. أيضا هذه الإعازات تتعامل فقط مع سجل الماركم، يعني العفو مو فقط مع سجل الماركم، وإنما هي طبعا تربط الطرفين مثل ما شفتوها أيوبي، لازم الطرف الأول أو الطرف أي أحد الطرفين لازم يكون شنو؟ الماركم. والطرف الثاني ممكن أن يكون سجل، ممكن أن يكون ذاكرة، ممكن أن يكون بيانات، ممكن أن يكون بيانات. عودة إلى اللوحة حتى تشوفوها شلون تصير. فإذا الإعاز هو
اي ان اي. ومثل ما قلنا احد الطرفين لازم يكون محكم، الطرف الاخر ممكن يكون سجين او ذاكرة، هاي ذاكرة وهذا ممكن ان يكون اي او سجل بي او سجل سي او الدي او الاي او الاتش او الال. العملية راح تكون اي اند السجل او الذاكرة. هذا هو الإيعاز، هذا هو الإيعاز. الشفرة مالته هو يتكون هو واحد، هذا مالته ثابته، واحد صفر صفر، العفو سيد مصطفى، والباقي هو اكس اكس اكس. هاي تعتمد على من الجدول، هذا اللي العفو سيد تتذكروه، مصطفى على نعتمد على، الطلبات. نعم نعتمد على قد يكون سجل او ذاكرة. مثلا انا عندي الإيعاز اريد اسويه، نوافق على الطلبات. فزين هسه مثلا عندي انا اريد اسوي عملية والمنطقية بين سجل الموكم والسجل دي، فشو راح اقول؟ راح اجي على عاز اقول ما دام عندي سجل وسجل، فاذا اي مع الدي، فاذا اقول انا والدي. الشفرة مالته شلون استخرجها؟ هاي راح تكون ثابتة، اللي تختلف اكس 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 اللي طلع من الجدول اللي اخذناه سابقا موجود عندكم، راح يطلع الدي راح يطلع صفر واحد صفر. اذا راح يكون الشفره مالته هو واحد صفر واحد صفر صفر، والشفره مثل ما قلنا صفر واحد صفر. هذا هو الشفره الثنائيه لهذا الايعاز، واضح؟ هاي طبعا احنا راح ناخذ امثله ان شاء الله موسعه عليه، بس دا اعطيكم الايعاز طريقه استخدامه. زين نمسح الشاشه. اكتب إيعاز والمنطقية، لا فوق، هذا صار فوق ال، راح ننزل جوا. اكتب إيعاز والمنطقية بين سجل الموكم والسجل بي. مثل ما قلنا ما دام عملية والمنطقية إذا هي استخدام الإيعاز، أنا الإيعاز راح يكون بين موكم وسجل، إذا فأسأل أستخدم إيعاز أي إن أي وسجل أي شنو بي. شلون أطلع الشفرة مالته؟ مثل ما قلنا الشفرة مالته هو واحد صفر واحد صفر صفر، هاي ثابتة، وشفرة البي اللي هي عندي من الجدول صفر صفر صفر. إذا شفرة الإيعاز راح تكون بالسداسي 10 هو 8 باثنين 10، يعني أي صفر بتحميلها سداسي 10. هذا هو الإيعاز، هذا هو الإيعاز. هاي إذا كان عندي سجل أو ذاكرة مع الموكم. إذا عندي بيانات، إذا عندي بيانات كلش سهل، الإيعاز هو مثل الأنا بس أي ان اي، وهنا البيانات. اي ان اي مع البيانات، طبعا لازم البيانات شو تكون؟ 8 بت، يتعامل مع 8 بت.
يعني هنا شو حيسوي؟ راح يسوي عملية والمنطقية بين البيانات، بين سجل الموقع والبيانات، أقصد بالبيانات يعني رقم. مثل ما قلنا تعلمنا بالنقل بيانات بالإعازات الحسابية، إيش وقت ما أشوف أني عندي رقم مجرد أسويه مع الموقع، أستخدم الإعاز يا إما MVI يا إما ANI يا إما LXI، راح نلاحظ وجود حرف الـ I اللي هو immediate. فإذا أنا أشوف بالسؤال إذا عندي سجل أو إذا عندي بيانات، وأصير أفكر يا إعاز أستخدم، أفكر يا إعاز أستخدم. راح نشوف الشفرة الثنائية لهذا الإعاز. طبعا أنتم المزن المفروض راح تكون أمامكم. الشفرة الثنائية لهذا الأمر هو 1 1 راح يكون هذا 1 1 1 0 0 1 1 0. و مثل ما ال FVI مثل ال ADI مثل ال ACI، كل هذه البيان من اشوف اكو رقم مباشرة بالإعاز، يعني هذا الإعاز ياخذ بايتين من الذاكرة، ياخذ شفرتين بالذاكرة، إلى شفرتين إلى بايتين. البايت الأول هو يكون شفرة الإعاز اللي هي هاي الثابتة، والبايت الثاني اللي هو شنو؟ هذه البيانات اللي عندي، البيانات اللي عندي. مثال، ناخذ مثال عملية، مثال إجراء عملية والمنطقية على البيانات أي إف. هذا من أقول إتش يعني هذا سداسي 10 مع الماركر أو سجل التراكم، هو نفس الاسم. من أني أشوف عملية و أفكر عندي إعازين أي إن أي وأي إن أي، أخذناها بالبداية. أشوف أنه العملية تتم بين بيانات وماركر. إذا إيش أفكر رأسا؟ أي إن أي، أي إن أي البيانات اللي هي الأي إف. واضح؟ الشفرة مالته أول شيء الشفرة الأولى اللي هي ثابتة، والشفرة الثانية اللي هي شنو؟ البيانات نفسها أي إف. أي إف شلون أفكها؟ بالثنائي أفكها أي إف 1 0 1 0، والإف اللي هو كله هذا، راح يكون هاي هي الشفرة اللي نلاقيها بال، ويمكن بالعملي راح يشوفها بالبرنامج شلون الشفرات مخزونة بالإعاز بالذاكرة العفو. واضحة هاي؟ إذا أني بس أشوف الإعاز، أريد عملية والمنطقية، أشوف هل هو سجل أو ذاكرة، هل هو بيانات. إذا سجل أو ذاكرة وأصير أفكر بالأنا، وإذا بيانات أفكر بالأي إن أي. واحد بيكم يقول لي ستاني ما حافظ الأي إن أي، ما أعرفه. زين، ممكن أنه ست أنا البيانات أوديها إلى سجل معين وأسوي عملية والمنطقية بين السجل هذا والمعلقم. فأنتو أيضا إذا أنا ما محددت لك الإعاز بالضبط اللي أريده، فالبرنامج ممكن أنه تحله بأي طريقة أنت تريدها، بأي طريقة إلها أنت تريدها. نعم، الآن راح نخلص هذه 3 إعازات حتى نبدي ناخذ برامج عليها. هسه نجي إلى إعاز مشابه لعملية الو اللي هو منو؟ ال، هسه احنا هاي اخذناها، هذا المثال اللي اخذناه. هسه اجراء عملية اند على المسجل دي، اجراء عملية واي المنطقية بين البيانات فوريا مع المسجل اي ان اي واي اف. هسه راح نجي اعازات او، اعازات او عمليات او المنطقية. الدائرة المنطقية ايضا عندي مثل اخذناها ايضا بالدوائر الرقمية، إعازات أو مشابهة لإعاز و، طبعا بس اختلاف العملية هي العملية بحد ذاتها شنو، لكن كتعامل أيضا مع سجل الموكم أيضا أكو بي عنده إعازين، إعاز يتعامل مع السجلات، إعاز يتعامل مع البيانات. عودة إلى اللوحة، بس أتأكد من عملية التسجيل.
أهم شيء الصورة واضحة قدامكم. العفو هاي خلصناها، هسه راح نجي إلى عملية ثانية اللي هي فعملية أول منطقية أيضا عندي دائرة رقمية هي أو اللي كنت واخذيها بالمرحلة الأولى، راح نشوف شلون راح تتم الإعازات عليها. نعم هسه نجي، هذا الإعاز هو أو أر أي، أيضا يتعامل مع سجل أو ذاكرة، وهاي الأر ممكن تكون أي بي سي دي إي إتش أو، المهم 8 بت. هو العملية هاي إذا كنتوا تتذكروها هاي هي العملية، هاي هي العملية. كان شنو الجدول مالته؟ صفر 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 واحد 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 صفر واحد 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 واحد، هاي طبعا مجرد مراجعة لكم. هاي A B C، هاي هي العملية أو المنطقية، عملية الأو، عملية أو. أيضا عندي ممكن يكون عندي سجل أو ذاكرة، ممكن يكون عندي بيانات، بس قبلها هاي الشفرة مالتها أو آر أي، الأورا 10110، والإكس إكس إكس تعتمد شفرة السجل من الجدول. واضح؟ زين؟ هاي بالنسبة، خلينا ناخذ مثال عليها، ناخذ مثال عليها عملية أو المنطقية بين السجل سي والمركب. مثل ما قلنا هذا الإعاز يتعامل فقط مع المركب، العفو يعني طرفين، الطرف الأول أو الطرف الثاني من عنده، يعني أحد الطرفين لازم يكون ماركم، لازم يكون ماركم. فإذا عندي سجلات مختلفة أو سجل وذاكرة، لازم هالحالة أحول أحد الطرفين إلى الماركم، أحول أحد الطرفين إلى الماركم. إذا هسه راح نجي بين السجل سي والماركم، إذا أنا عندي سجل وماركم، إذا إيش أقول له؟ O R A C، هذا هو، هذا هو. شلون نطلع الجدول السجل مالت، العفو الشفرة مالته 10110، والاكس اكس اكس من الجدول راح نشوف السي ايش قد يساوي، السي هو 001. ناخذ الى السداسي 10 ايش قد يساوي، 10 11 يعني بي، وهذا هو 1، هذا هو شفرته اللي راح تلقوها موجوده بالبرنامج بي 1 بي 1. هاي بالنسبه لي عاز أورا اللي هو عبارة عن عملية أو المنطقية بين سجل الماركم والسجل وأي سجل أو ذاكرة أو موقع ذاكرة. الإعاز الثاني اللي أيضا يتعامل ويا البيانات بصورة فورية هو منو؟ إعاز أو آر آي، مثل ما قلنا مثل الـ MVI، مثل الـ ADI، مثل الـ هسه اللي قلنا عليه ANI، أي شيء BI، يعني تعامل مباشرة مع الرقم، يعني البيانات اللي تكون دائما 8 بت، تكون 8 بت. شباب واضح الشرح ان شاء الله؟ الوايت بورد قدامكم، الصورة واضحة.
اي واضح يا ست. ماشي. هسه راح ناخذ ال قلنا اي العفو، احنا اخذنا الاي ان اي، راح ناخذ او ار اي عملية او مع البيانات فوريا. الشفرة مالته، الشفرة الثابتة هو 1111010. مثل ما قلنا اي شيء بيه رقم، اي شيء بيه بيانات، فياخذ بايتين بالذاكره، يعني له شفرتين، الشفره الاولى شفره الاياس، والشفره الثانيه هي البيانات اللي حطيناها حسب السؤال اللي عندي البيانات. فمثال عمليه او المنطقيه بين البيانات 30 مثلا، من اقول اتش يعني سداسي 10 مع سجل الماركر. هاي انا هسه دا احكي مو برنامج، دا احكي مجرد اعاز، دا احكي مجرد اعاز. بعدين هسه ان شاء الله من نخلص الاعاز الثالث اليوم راح ناخذ برامج، راح نشوف شلون نكتبها بصوره كامله. عمليه او المنطقيه من البيانات وسجل الماركم. انا يعني مثل ما قلنا لازم احد الطرفين هو ماركم، ما دام عندي بيانات راح افكر ب او ار اي، والبيانات اللي هي 30. الشفره مال الاعاز، شفره الاعاز هي ثابته عندي، والثاني شيء اللي هي البيانات اللي هي فوقها 0011 و0000 اللي هي 30. واضحه؟ يحتل بايتين بذاكره. العفو بس وافق على الطلبات. استقى الطلاب دا يجزون بس وافق عليهم. جزيت وافقت. نعم ان شاء الله واضح الشرح لحد الان. راح ناخذ الإعاز الثالث المشابه لهم اللي هو إعاز أو الحصرية. إعاز أو الحصرية نفس العمل مالت الإعازية اللي أخذناهم، لكن تكون بس الإعاز صيغته تختلف، راح تشوفونه. أيضا هو بالسؤال يقول لك أي إعاز أو الحصرية. أهاويكم شكله شلون يكون بال أو الحصرية الشكل مالته الدائرة مالته الرقمية هذا اللي هو XR بالإنجليزي. XR الجدول مالته كان A B C 0000 011. المختلفات واحد والمتشابهات صفر. هذا هو الإعاز الدائرة المنطقية مالته. راح نجي الإعاز هو XRA مثل NA أو RA، فهو XRA أيضا سجل أو ذاكرة، وأيضا هاي يعني A B C D E H L. الشفرة مالته 10011 XXX،
فهنا نهاية هي شفت السجل من الجدول. مثال عليه عملية أو الحصرية بين السجل دي وسجل الماركر. أيضا مثل ما قلنا هذا الإيعاز كل المنطقية تتعامل مع الماركر، يعني أحد الطرفين لازم شي يكون ماركر. إذا هنا أحد الطرفين ماركر موجود عندي والسجل الثاني هو دي. إذا سجل وسجل وأصلا أفكر إكس آر أي والسجل اللي هو دي. الشفرة مالته أول شيء شفرة الإيعاز ثابتة، والإكس إكس إكس أجيبها من الجدول اللي إيش قد عندي؟ دي اللي هي 0 1 0 0 1 0. فهاي هي شفرة الإيعاز، أحولها إلى سداسي 10 راح يكون بي بي العفو سي سي. واضحة هاي إن شاء الله؟ لا العفو هاي 10. أي أي اي ها هي العملية، هذا الإيعاز اللي يتعامل مع سجل أو ذاكرة. نفس الإيعاز ممكن أنه يتعامل مع البيانات، لكن صيغة الإيعاز تختلف، شكل الإيعاز يختلف، وهو الإيعاز اللي يتعامل فقط مع البيانات هو XRI. XR خلينا نمسحها حتى نكتبها من جديد أحسن. هو XRI وهنا البيانات، وأيضا هي 8 بت. شفرة الإيعاز شلون حتكون؟ إي الشفرة الأولى والشفرة الثانية هي البيانات. واضح؟ مثال اكتب، لا هذا صار لي فوق، خليني احط المثال هنا جوا. مثال اكتب إيعاز او الحصرية بين البيانات مثلا 77 H يعني ثلاثي 10 مع الماركر. وهسه بس اشوف بيانات وهسه افكر بالاكس او اي وشنو هو 77. واضح الشفره مالته البايت الاول ثابت اي اي، البايت الثاني هو البيانات اللي هو 77. هاي هي العمليه، هذا هو الإيعاز. هذا جدا سهل الإيعاز الثاني، ثاني العفو الإيعاز الرابع والخامس كلش سهلة. إيعاز المتمم، إيعاز المتمم. أكو سؤال إلى حد هنا طلاب؟ أرجوكم تسألوني، ما أريد أني أطفو على موضوع وأنتم مفاهمين شي بي. إيعازات ثلاثة عرفنا شو وقت نستخدمها ويا البيانات، شو وقت نستخدمها ويا السجل أو الذاكرة. أنا ويا سجل أو ذاكرة، أي إن أي بيانات، أورا اللي هي سجل أو ذاكرة، ORI اللي هو بيانات، XRI اللي هي أو الحصرية، XRI اللي هو أو الحصرية اللي العفو XRA اللي هي شو راح تكون ويا سجل أو ذاكرة، وال XRI اللي هي راح تكون مع بيانات. وتعلمنا كل وحدة شلون نطلع الشفرة مالتها، شفرة الإيعاز، وإذا عندي أم البيانات تكون تاخذ بايتين، يعني الشفرة الثانية هو البيانات نفسها. هسه راح ناخذ إيعاز الرابع، الإيعاز الرابع.
الإعاز الرابع اللي هو إعاز المتمم. تتذكرون الإنفرتر أو العاكس اللي هو كان بالدائرة الرقمية هذه؟ إذا طب واحد يطلع صفر، وإذا طب صفر يطلع واحد، نسميه إعاز متمم. بالمعالج يسموه إعاز المتمم، اللي هو أيضا مع المركم فقط، هو طرف واحد بي، مثل ما نشوف هو بس الطرف الأي يطلع أي بار، مو صحيح؟ فإذا هذا إعاز متمم واحد يتعامل فقط مع المركم، هو الإعاز سي ام اي، يعني يسوي متمم لي ال سجل المركم. الشفرة مال هذا الإعاز هو 2 اف ثابته، هاي ثابته، لا بيها جدول ولا بيها شيء، بس لازم اي شيء يكون اريد اسوي له متمم وهو يكون مو بسجل المركم احوله الى سجل المركم حتى اسوي له ال متمم، حتى اسوي له ال متمم. اكو اعازات تخلي علم المحمول واحد، اذا هو صفر واحد، اذا هو واحد فيبقى واحد، فالاعاز هو اس تي سي، جعل علم المحمول واحد. زين، الشفرة السداسية 10 لهذا الاعاز هو شنو؟ 37 ثابتة، هذا ايضا ثابت، هذا 2 اف، هذا 37 ثابت، هذا 37 ثابت. هاي الإعازات الخمسة هي موضوعنا لهذا اليوم. هسه راح نبدي ناخذ برامج أمثلة عليهم. أكو سؤال عليها قبل ما نبدي برامج؟ مثال اكتب برنامج يقوم بعملية و المنطقية بين الذاكرة والسجل اي. اكتب برنامج يقوم بعملية و المنطقية بين الذاكرة والسجل اي. انا ايش عندي الاعازات مالتي اي ان اي اللي تخص ال و المنطقية اي ان اي و اي ان اي، اي ان اي و اي ان اي. زين، هنا ايش استخدم من عندها؟ عندي ذاكرة وسجل، اذا ايش استخدم؟ اي ان اي، اي ان اي. لكن قبلها شنو؟ ما دام قريت عندي ذاكرة، راسا اروح شو اسوي؟ احط أو أحمل العنوان الذاكرة بالسجل المزدوج HL. إذا شلون نحمله؟ يا أما MVI H وأحمله مثلا بين الذاكرة والسجل أي، علما أن عنوان الذاكرة لازم أعطيكم إياه 50 60 H. إذا أحمل الجزء العالي اللي هو 50، يعني النصف الأعلى، وهذا ياخذ بايتين 2000 2001. احمل الجزء السفلي، احنا 50 60 عنوان، هذا الجزء السفلي، هذا الجزء العلوي، واضح؟ ما لكم دخل بالقيمه، وانما موقعه، موقعه وين؟ واضح؟ هسه ام في اي ال 60 ايضا تاخذ ايش قد؟ بايتين. هسه حملنا موقع الذاكرة، نعم، هسه نجري العملية، الام الموقع الذاكرة اللي نرمز له ام صار جاهز، ذاكرة وسجل، ايش افكر؟ اي ان اي انا. انا ام ياخذ بايت واحد، 2005 اتش ال تي يعني توقف. ها هي، هذا البرنامج كتبته. واضح؟ ممكن استعيض عن هاي بشنو؟ LXIH 50 60
60 مباشرة، ياخذ كم بايت؟ 2000، 2001، 2002. واضحة؟ هذا السؤال. زين، نفس السؤال ممكن أن نقول برنامج يقوم، رجاء هاي البرامج تسجلوها من المحاضرة. يعني هسه أنا مو أبعث لكم إياها إن شاء الله يوتيوب، ممكن أنه أنت خلال المحاضرة لما تسمعها تكتب هاي البرامج بورقة وقلم، بحيث أنت بالامتحان إن شاء الله ما تحتاج أنه ترجع تعيد المحاضرة من اليوتيوب مباشرة، وإنما أنت تكون لازم ورقة وقلم ومسجل الملاحظات المهمة مثل ما أنت تحضر بالمحاضرة. بالمحاضرة من التدريسي الأستاذ يكتب على اللوحة، أنت تسجل وياه في نفس الحالة، افتحها باليوتيوب وأنت الملاحظات المهمة البرامج المهمة سجلها بورقة وقلم، حتى بالامتحان من تريد تقرأ تقرأ بس اللي موجود عندك بالدفتر. برنامج يقوم بعملية و المنطقية بين هو الذاكرة نفسها، لكن السجل بي، لكن السجل بي والذاكرة أيضا عنوانها، عنوانها 50 60. واضحة؟ هسه راح نجي او خلينا نحل هنا على العصر. زين، ايضا 2000 ممكن اسويها ال اكس اي مثل ما قلنا 50 60. 2001، 2002 ياخذ 3 بايتات، 2003. هسه راح نجي، اذا عندي ذاكرة وعندي سجل بي، اذا وين الماركم؟ زين، انا اذا بدي استخدم المنطقية لازم شيء يكون عندي، لازم يكون عندي ماركم. بهالحالة ما عندي، أحول أحد الطرفين إلى الماركم، أحول أحد الطرفين إلى الماركم. مثلا راح أحول منه الام للماركم وأسوي عملية لأنا مع البي، أو بالعكس أحول البي للماركم وأسوي عملية لأنا مع الام. فإذا هسه شو هقول له؟ 2003 موف، شلون أريد أحول من سجل للماركم؟ موف، هسه حولت البي للاي نانا، يعني هاي هيك العملية تكون واضحة. 2004 هسه اسوي عملية، هسه صار عندي ماركم وذاكرة، ايش استخدم يا عاز؟ انا ام، و2005 اتش ال تي. واضحة هاي؟ واضحة ان شاء الله طلاب؟ نشوف، اخاف اكو طلبات انضمام، هي راح تخلص المحاضرة. بس هذا المثال بلكي تعيدينه. أنا عندي عملية و المنطقية بين ذاكرة وسجل بي، ذاكرة وسجل بي. زين، أول شيء أنا من عندي ذاكرة لازم أحمل العنوان، حملته وما أحمله أنا عندي الطرفين بي و ام. زين، وين الماركم؟ ما عندي طرف الماركم، إذا لازم أحول يا أما البي للماركم يا أما الإم للماركم وأسوي عملية والمنطقية مع الطرف الآخر. فهنا أنا حولت البي للماركم وسويت عملية أنا مع الإم مع الذاكرة وتوقف. هذا هو المثال. ناخذ مثال آخر. اكتب برنامج يقوم بعملية او المنطقية بين البيانات 35 والسجل سي. اني واسن عندي ببالي حاطة عندي اول منطقية عندي اي عازين او او اي او او اي، هاي اني يعني كأنه بمخي حاطتها. زين،
او او اي يتعامل سجل وسجل، او او اي يتعامل سجل وبيانات. عندي بيانات اذا شفكه بالاو او اي، لكن عندي الطرف الاخر شنو؟ سي. اذا زين الماركم وينه؟ انا عندي هاي الاعازات اتعامل فقط مع الماركم، اذا شو اسوي؟ لازم احول احد الطرفين للماركم واسوي العمليه مع الطرف الثاني. اذا هنا اقول 2000، شو تريدون ننقل يا جزء؟ ننقل الجزء سي، هنقول موف سي للاي. ها هنا صارت على الهاي، امسحها. هذي بيها من هنا. وهقول موف سي للاي، واضح؟ هسه صارت العملية بين الـ A و أو البيانات، هاي العملية. إذا شو استخدم يا إعاز؟ O R I، O R I. إيش قد البيانات؟ 35. إيش قد ياخذ الإعاز؟ 200. هاي هي العملية، واضحة؟ زين، واحد بيكم يقول لي ست أنا أريد أنقل البيانات للسجل A وأسوي عملية مع الطرف الثاني اللي هو C. ممكن أيضا طريقة ثانية، هاي أول طريقة. نجي الطريقة الثانية، البيانات إلى A، شلون أنقل البيانات لل A؟ يلا أنتوا قولوا، واحد من عندكم يقول لي شلون أنقل بيانات لل A؟ شلون أنقل بيانات لل A؟ إعاز النقل بيانات للـ A MVI MVI A. إيش قد أريد أحط لها؟ 35، 2001 ياخذ بايتين، هسه 2002، هسه صارت عندي A ويا العملية ويا C، يعني سجل وسجل، عملية أول منطقية بين سجل A وسجل C. إذا شو أقول؟ شو أستخدم ياي عاز؟ O R A C، وآخر إعاز هو H L T. H L T، واضحة هاي العملية؟ إي لا؟ نعم ست. هذا المثال شوي أهم ايدينا. المثال الأول هو نفس المثال. أول شيء عملية أول منطقية، عندي إعازين، عندي بيانات وعندي سجل، زين؟ بس أنا شنو عندي؟ واحد من عندهم لازم وين أوديه؟ للماركم، لأن هو هذا الإعازات تعامل فقط مع الماركم، العفو أحد الطرفين لازم ماركم. إذا عندي بيانات وعندي سجل، واحد بيهم أوديه للماركم. إذا أودي السجل للماركم راح أستخدم موف سي للأي، مو صح؟ هسه السجل سي وين صار؟ هسه صار بدال السي صار منو؟ صار عندي أي، صارت عندي أي ويا أو البيانات، إيش أستخدم يا إعاز؟ أو أو أي اللي هو يسوي عملية أول منطقية ويا البيانات، فإذا شو أحطها هنا؟ أو أو أي 35 ياخذ بايتين عملية توقف. واحد بيكم يقول لي ستاني ليش دو انقل السجل سي للاي؟ خب انقل البيانات، شلون ننقل البيانات؟ فوية ام في اي انقلها للاي. هسه صارت العمليه بين الاي والسي، بين الاي والسي، يعني سجل وسجل. اذا شو اسوي؟ اورا سي، سجل وسجل. هاي انا داحل لكم كل مثال باكثر من طريقه حتى تتوضح الفكره عندكم، تتوضح الفكره عندكم. ناخذ مثال آخر. مثال.
لا العفو مو سجن. هنا أنا أريد عملية أو الحصرية بين الذاكرة والبيانات، ثم إجراء المتمم للناتج. العفو، وقف نعم ال وقف السكرين ما شاش ست. لحظة، هسه نرجع نسويه. ست عافية، إذا ماكو زحمة اكتبي لنا ناس، يعني لا تكتبي لنا بالقلم مال الرسم. شبيه ليش؟ ها مو ست الكتابة يعني مو واضحة تصير بالقلم مال الرسم. ليش واضحة حياتها؟ ما اقدر اشوفها. لا لا ست، بقى شلون مبينة مثلا يعني بقلم الرسم، مو ذيك الوضوح. ايه ما يخالف، ما انا اريد ابلش من جوا دا اشرح لكم، يعني مثل اللوحة. تمام، بس هو يعني لو بالنص احسن يعني تكون. لا مو هذا، ما بيناص، هذا هو لوحة يعني تابلت. تمام. نعم، فهسه نجي عملية اول حصرية بين الذاكرة. هسه شاشة قدامكم؟ نعم ست، واضح. نعم نعم، الشاشة اللي عنوانها 60E1 عنوان الذاكرة، والبيانات اللي عنو اللي شقيت 46، وبعدين من يطلع الناتج اريد اسوي له المتمم. هذا البرنامج شامل كل الاعازات. اول شيء بس انا اشوف ذاكرة وش اسوي، احمل العنوان LXIH. لحظة، ستين اي واحد ايش قد ياخذ؟ انا راح ازده وافتح البرنامج من جديد افضل. برنامج يقوم عملية أو الحصرية بين الذاكرة التي عنوانها مثلا E100، طبعا H يعني ثلاثي 10، والبيانات 45H، ثم المتمم للناتج. هسه راح نجي نبدأ. اول شيء ايش عندي؟ اول شيء ذاكرة، اذا احمل عنوان اخلص من عنده LXIHE100، ايش كم يعاز ياخذ؟ ايش كم بايت؟ بايتين. نجي عملية اول حصرية، عملية اول منطقية، عملية اول منطقية كلها تتم بين طرفين، واحد من عندهم، واحد من عندهم شنو يكون؟ الماركم. واحد منهم الماركم، اذا هنا اثنيناتهم مو الماركم، اذا اني بكيفي اريد احول اي جزء من عندهم للماركم، اي جزء منهم للماركم. نريد الذاكره، نريد البيانات، ونسوي العمليه مع الطرف الثاني. اذا راح احول اني اول طرف اللي هو الذاكره، راح احولها للماركم. شلون احولها؟ عن طريق عملية نقل بيانات move M لل A. هسه ايش صار عندي؟ هسه العملية صارت بين A، هي هذا رمز الأول حصرية، والبيانات. استخدم يا إعاز أبو البيانات اللي هو أنا عندي إعازين، عندي إعاز XRA، عفوا XRA
وعندي اكس او اي. ايش استخدم من عنده؟ استخدم اكس او اي ليش؟ لانه بيانات. فاذا 2004 اكس او اي ويا البيانات اللي هي قد 45، 2005 ياخذ بايتين، 2006. الان الناتج وين صار؟ العملية وين صارت؟ واحد ناتج وين؟ بالاي. انا اريد اسوي متمم للناتج، هو عندي اصلا بالاي، اذا مجرد اقول يعاز سي ام اي، ها هي هو ياخذه مباشرة. 2007 توقف اتش ال تي. واضحة هاي طلاب؟ واضح؟ واضح. واضح. زين، واحد بيكم شي يقول لي، يقول لي ستة انا ليش انقل الذاكرة؟ خلي انقل الطرف الثاني البيانات. ممكن نفس الشي، طبعا احمل العنوان، هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هاي بس نستبدلها، هاي شو حتصير؟ ممكن هنا ليش اقول الالفين وثلاثة انقل البيانات للاي، فاقول له ام في اي اي 45 ياخذ ايضا موقعين 2005. هسه ايش اسوي؟ صار عندي البيانات صارت بسجل الموقع وعندي الذاكرة، اذا ايش استخدم؟ اكس ار اي ام. واضحة؟ والعملية ايضا اخذ لها المتمم والتوقف. واضحة هاي؟ فانت نعم بأي طريقة انت تريد تحل هاي، المهم تفتهم انه العملية ثلاث اعازات المنطقة او اربع اعازات المنطقية اللي اخذناها، ثلاثة من عندها العمليات اللي هي الوا والاو واول حصرية راح تتم بين لازم احد الطرفين بها مركب، والطرف الثاني ممكن يكون سجل، ممكن يكون ذاكرة، ممكن يكون بيانات. اذا كان سجل او ذاكرة استخدم اي ان اي او ار اي اكس ار اي، يعني بالنهاية شو تكون؟ حرف الاي. اذا عندي بيانات لا، اكس ار اي اي ان اي او ار اي. واضح؟ ولازم بس يجيني سؤال، اذا عندي ذاكرة احمل عنوان ذاكرة، اذا عندي طرفين لازم افكر انه احول احد الطرفين الى المركب اذا كان المركب ما موجود، اذا كان المركب ما موجود. بس اخذ مثال على الاعاز المتمم. اكتب، راح انزل شوية، اكتب برنامج يقوم بجعل او يقوم بعمل متمم للبيانات ستة اي. عندي بيانات وايد اخذ لها متمم، هذا شنو اللي عازل يسوي لي اياها؟ زين انا عندي فقط إعاز واحد يتعامل ويا الماركام، إذا واضحة مجرد أحول البيانات للماركام واستخدم الإعازات. شلون أحول البيانات للماركام؟ 2000 ام في اي اي 6 اي، والعفو برنامج يتمم البيانات اول شيء اسوي احوله للماركام. ليش؟ هذا اللي عايز يعمل فقط مع الماركام، اذا احوله للماركام ام في اي اي 45 ياخذ ايش قد؟ بايتين، ما دام عندي بيانات ياخذ بايتين. 2002 ها هي سي ام اي، خلص توقف. ها هي واضحة طلاب؟ ان شاء الله ها هي محاضرتنا لهذا اليوم، أخذنا أمثلة عليها، شرحناها بالتفاصيل. إذا عندكم سؤال
إذا أكو سؤال. إذا أكو سؤال عيني، ماكو سؤال؟ ماكو سؤال واضح يعني؟ استاذ. نعم واضح، إن شاء الله تتقون المحاضرات اي نعم كلها تقوها. مشكورة ست العمل، يعني حلو موضحته، أكثر شيء العمل بعد هو أكثر من هسه، النظر. نعم، هسه ان شاء الله عملي هم راح ابعث لكم ان شاء الله، هاي يمكن اذا اليوم اكملها او باكر ان شاء الله، التجارب مال العملي كلها فيما يخص توضيحها على البرنامج. زين، طبعا هو يعني هو العملي تتم للنظري، هسه احنا اللي نشرحها كله نظري. بالعملي من راح تحلون برامج اكثر، راح تشوفون الاعازات، راح تشوفون السجلات شلون تتغير، راح تكون عندكم اوضح البرامج ان شاء الله. إذا ما عندكم سؤال حتى أبعث لكم الحضور، أوقف المشاركة وأوقف التسجيل. تمام ست